وللحديث أكثر عن نفوذ الميليشيات في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من برلين الناشط السياسي العراقي الأستاذ علي الشعلان. مرحبا بك معنا. أهلا أستاذ. أهلا، السلام عليك أستاذ علي. مع اتفاق المراقبين على أن الميليشيات في العراق باتت قوة عسكرية كبيرة، وهو ما ذهب إليه معهد أتلانتيك كونسل للبحوث، بماذا تفسر سكوت الحكومة في بغداد على تنامي قوة تلك الميليشيات؟ نعم أخي، نعم، تفسيرنا لسكوت الحكومة المركزية، لا توجد قدرة أخي لدى الحكومة العراقية في بغداد بدء هذه الميليشيات المجرمة، لأن هذه الميليشيات والعصابات تم بناؤها من قبل النظام الإيراني وتم تدريبها من قبل الحرس الثوري الإيراني لقتل الشعب العراقي وخصوصا المطالبين بالحقوق. وحضرتك شفت في ثورة تشرين المباركة، شفت حضرتك القتل. نعم. كان مستمر استمرار سكوت الحكومة العراقية على هذا القتل للأسف. إلى أي مدى ترى بأن قوة الميليشيات تفوق قوة الحكومة وقواتها الأمنية؟ بالتأكيد قوة الميليشيات تفوق قوة الدولة، وهذا راجع سيدي لعدم قدرة هذه الطبقة السياسية الفاسدة في بغداد من إرساء دولة القانون في العراق وسيادة القانون في العراق. دولة القانون فقط يطلقوها على أحزابهم كشعارات، في الحقيقة لا توجد دولة في العراق، توجد عصابات وميليشيات وأحزاب فاسدة تم بناؤها في طهران في إيران لقتل الشعب العراقي. نعم، لمصلحة من أن تكون قوة الميليشيات أقوى بكثير من قوة الحكومة والأجهزة الأمنية؟ بالتأكيد أخي، بالتأكيد للنظام الإيراني، النظام الإيراني والطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة في بغداد. بالتأكيد هذا استمرار العصابات ببناء قوتها واستئناف قتلها للعراقيين، بالتأكيد هذا الحكم النظام الإيراني، الاستفادة الكبرى للنظام الإيراني، الاحتلال الإيراني في العراق. نعم نعم. بحسب وكالة رويترز فإن إيران استغنت عن الميليشيات الكبيرة وشكلت ميليشيات جديدة أصغر حجما لكن أكثر إخلاصا بين قوسين، إلى أي مدى ترى أن قنبلة موقوتة متمثلة في صراع محتمل بين هذه الميليشيات يمكن أن تنفجر في وجه العراقيين؟ أستاذ، الميليشيات في العراق موجودة، على سواء كانت كبيرة أو سواء كانت صغيرة، موجودة بدعم مباشر من الاحتلال الإيراني، ونماء هذه الميليشيات تم من قبل الأحزاب الفاسدة، الأحزاب الحاكمة الفاسدة. ونعتقد ما يوجد حضرتك ميليشيات صغيرة وميليشيات كبيرة، هي الميليشيات. لا أنا أحيلك إلى ما قالته رويترز، يعني هي قالت أنها أن إيران تعيد تشكيل الميليشيات ودمج بعضها ببعض لأهداف ربما يعني غير معلومة الآن، لكن ثمت أهداف لهذا الدمج والترتيب. نعم نعم حضرتك، إيران دائما تبحث عن مصالحها، وين مصلحتها، في وين أكثر ممكن تقتل من الشعب العراقي، يعني وين تقدر تستأنف القتل، في الدراجات، في قواتم الصوت، للثوار الأحرار الأبطال، تصنع ميليشيات صغيرة كبيرة. في نهاية المطاف إيران وعلى رأس السلطة في إيران خامنئي يريدون قتل أكثر عدد ممكن من الشعب العراقي. نعم نعم. هناك دائما حديث وأسئلة متنامية عن دور ونفوذ الميليشيات في يعني في ضرب الشعب العراقي وإيذائه، خاصة في ظل دعوات للحشد لمليونية في 25 من الشهر الجاري. أولا، هل تتوقع استجابة كبيرة من المتظاهرين الرافضين لنفوذ تلك الميليشيات؟ نعم، بالتأكيد النظام الإيراني والطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة في بغداد لا تسمح أبدا بعودة زخم التظاهرات المطالبة بحقوق الشعب العراقي المفقودة من 2003 إلى 2021. لكن على الشعب العراقي البطل وأحرار العراق وشباب العراق الأبطال
الحضور وبقوة ودفع عروش الفاسدين في المنطقة الخضراء وطرد الاحتلال الإيراني من العراق. نعم. لا يوجد مسلك ثاني غير هذا المسلك، ثورة على الطبقة الفاسدة الحاكمة في بغداد. نعم. شكرا لك الأستاذ علي الشعلان من برلين الناشط السياسي العراقي.